دكتور أمجد العجوبي، استشاري الطب النفسي ومدير بالمجلس القومي للصحة النفسية. في كتير من الناس مش عارفين يعني إيه المجلس للصحة النفسية. هو مجلس قائم على تطبيق قانون لرعاية المريض النفسي. يعني هو كتير من الناس قوي مش عارفين يعني في مصر في قانون لحماية المريض ولا لا، في قانون خاص لحماية المريض النفسي. يعني الفكرة القديمة بتاعت إن أنا أدخل عيان المستشفى وأسيبه طول عمره، الكلام ده انتهى بالرقابة بتاعت المجلس على المنشآت النفسية. والدور المجلس ليه دور أساسي في توعية الناس بالصحة النفسية، عشان كده يمكن عملنا حملة السنة دي اسمها نفسيتنا دنيتنا، لأهمية الصحة النفسية في حتى على الصحة العضوية. يعني احنا دايما بنقول حتى الأمراض النفسية بتأثر في الصحة العضوية للإنسان. احنا دورنا التوعوي ان احنا بدأنا بنشوف أكتر من مجال ننشر فيه الأفكار عن الصحة النفسية، ونقرب وجهة النظر للناس يعني ايه مرض نفسي. احنا ما نخافش من المرض النفسي، إزالة وصمة المرض النفسي دي من الأدوار الرئيسية للمجلس عندنا. بنشترك في أكتر من فعاليات، اشتركنا قبل كده في معرض الكتاب برضو أكتر من مرة. السنة دي كان حملة نفسيتنا دنيتنا، وبدأنا ندخل فيها جزء كمان عن الصحة النفسية لكبار السن. في حملات لسه هتيجي بعد كده ان شاء الله على زي المراهقين وحملات مختلفه، بس اللي يهمنا ان احنا نفهم الناس يعني ايه مرض نفسي، ما نخافش من الامراض، ما نخافش ان احنا نعرف ان احنا نروح لدكتور نفسي. هي مش مصيبه. في الاستشارات اللي بنعملها حتى جوه المعرض، في دكتور بنعمل استشارات نفهم الناس ان هي الحياة العادية بتاعتنا، خصوصا مثلا للمراهقين للكبار في مشاكل محتاجة تدخل طبيب. مش معنى وجود طبيب نفسي نستشيره معناه ان احنا بقى عندنا مرض او مجانين بالمعنى الدارج لو ما عادش موجود طبيا يعني. انما بنحتاج النفسية والاستشارات النفسية حتى في الحياة العادية بتاعتنا والمشاكل اللي ممكن نواجهها. وده الدور ان احنا نفهم الناس ما تتكسفش تروح الاستشارة نفسية، حتى لو انت حاسس مفيش مرض كبير بس انت هتحتاج استشارة نفسية عشان حياتك تبقى بشكل افضل. طيب من تجربتنا في الفترة بتاعت المعرض، لقينا في تجاوب كويس قوي من الناس، وبدأوا في يعني احنا في خلال نص ساعة مثلا جات لنا اكتر من 4 استشارات نفسية. عاملين استبيان عشان نقدر نقيس وجهة نظر الناس عن الأمراض النفسية وعن قدرتهم على طلب العلاج شكلها إيه، لأن ده هيفيدنا كإحصائيات نعمل عليها البرامج اللي احنا بننزلها للدعاية والتوعية. اللي أنا ملاحظه لا، الناس اتغيرت عن زمان. يعني احنا شغالين في النفسية بقالنا كتير قوي، نظرة الناس للنفسية الحمد لله انها بدأت تتغير، وبدأ الناس تلجأ للدكتور لبعض التغيرات في الشخصية، في المشاكل، في أمراض ما كانوش بيروحوا فيها الدكاترة زي القلق والاكتئاب الخفيف والحاجات دي. الناس بدأ يبقى عندها الوعي انها تبدأ تستشير الدكتور النفسي.